يا ريت نطير نطير حواليك مطرح ما تروح عيوني عليك. يا حلف اخوي ابو صقر، يا ريت والف مبروك. الله يبارك فيك يا شمعه وطول عمرك. تسلم تسلم. بس والله ما انا فاهم عوام تفارج يا شمعه. كيف يا ابو صقر؟ وظيفته صقر ايه؟ وظيفته يا زلمه كل يوم الصبح بشوفه لابس بدله وطالع بتاكسي، قلت اكيد اشتغل. لا والله يا شمعه ما اشتغل، بس هذا ابن عمنا الطوبرجي، بتعرفه ابو قاسم، شكل كتله وطنيه وحطوه فيها ولا يحطوا من غير اليوم. ايه الحمد لله، يعني في امل ينجح ابو صقر فيه؟ في امل، في امل انه ينجح. اذا في امل لامي يطلع لها مقعد طب تنافسي في الجامعه.